في الفيديو ده هنعمل كونفيجر للبورت شانيل. تعالوا نشوف ايه هو البورت شانيل. الاول البورت شانيل دلوقتي انا لما يكون عندي سويتشين واصلين ببعض بالشكل ده من خلال كابلين الترنك، فالطبيعي بيبقى متفعل عليهم بروتوكول STB، وده بروتوكول موجود في السويتش، يعني مش انا اللي بفعله. البروتوكول ده بيشغل كابل واحد منهم بس، ولو حصل مشكلة في الكابل ده بيشغل الكابل التاني تلقائيا. طيب تقنية البورت تشانل بتعمل ايه؟ بتخلي الكابلين دول شغالين مع بعض، يعني لو الكابل فيهم سرعته مثلا 1 جيجا، يبقى انا كده بشغل الكابلين فبعمل تشانل. التشانل دي بتبقى 2 جيجا، لان كل كابل فيهم بيدي 1 جيجا، وبالتالي انا كده زودت في السرعة ما بين السويتشين، ودي ميزة البورت تشانل. كونفيجر للبورت تشانل. دول السويتشين بتوعنا اهو، انا واخد السويتش ده، هنوصل السويتشين ببعض من خلال وصلة الترنك. هنوصل بورتين 23 و24 ببورتين 23 و24. انت ممكن تختار اي بورتين يعني، تمام. 23 ب23 و24 ب24، وهنفعل الاوامر اللي احنا شايفينها قدامنا دي. السويتش الاولاني هنفعله الاوامر دي، والسويتش الثاني نفس الاوامر برضو. بختار البورتين اللي هو 23 و24، وبقول له تشانل جروب، وبختار رقم من 1 إلى 40 96، وبعدين مود، وبعدين في اكتر من مود عندنا هنا، هنختار اون وهنشرح كل مود من المودز، وهنقول له نو شت داون. ولكن لازم طبعا البورتين دول نعمل لهم كونفيجريشن كترنك بورت من خلال امر سويتش بورت مود ترنك. بس كده تعالوا ننفذ الاوامر. هختار السويتش الاولاني ENConfT Int R. اول حاجه هقول له انت انترفيس ار رينج، يعني اف اي اللي هو فاست ايثرنت 0 23 الى 24، وهقول له هنا تشانل جروب 1، اكتب هنا رقم 1، ممكن اكتب اي رقم زي ما قلنا، وبعدين هنا مود، وبعدين تعالوا نشوف المودز اللي عندنا. هعمل علامه استفهام كده عشان اشوف المودز. في عندي هنا الاون، الاون دي يعني هنفعل البورت تشانل بدون اي شروط، ودي اللي احنا بنفضلها. يعني انا عندي البورت تشانل ليه 2 بروتوكول بيشتغل على واحد منهم، اما اللاك بي او الباك بي. اللاك بي بستخدمه من خلال الباسيف والاكتيف. يعني ايه؟ يعني باجي للسويتش الاولاني ده واجي للبورتين دول اخليهم اكتيف، والبورتين التانيين دول بخليهم باسيف. لازم يبقى من ناحيه الاكتيف وناحيه باسيف. ولكن الباك بي بستخدم اما الديزيرابل او الاوتو. الاوتو لو استخدمته، يعني لو جيت استخدمت هنا في البورتين دول اوتو، يبقى لازم البورتين دول يكونوا ديزيرابل. ولكن الديزيرابل لما اجي استخدمها يبقى لازم اخلي البورت ده ديزيرابل والبورت ده ديزيرابل. فاحنا بنستخدم الاون، ادي الاون، وبعدين نكتب نو شات، نو شات داون. وبعدين تعالوا نخلي البورتين دول ترانك من خلال سويتش بورت مود ترانك. هنروح للسويتش الثاني نديله نفس الاوامر بالظبط. تعالوا نشوف البورت تشانل اللي انا عملتها دي من خلال الامر شو ايثر تشانل. هيجيب لي ليست بالتشانل جروب اللي عندي، هيقول لي ان في عندك جروب رقمها 1، البورتس بتاعتها 2، انا فعل 2 اهو، وعدد البورت تشانلز عندي 1، يعني مفيش غير بورت تشانلز 1 بس. نشوف الامر اللي بعده شو ايثر تشانل بورت تشانل، هيجيب لي هنا تفاصيل اكتر شويه. هيجيب لي انا مفعل البورت تشانل ليه قد ايه، دي المده اللي انا مفعل فيها البورت تشانل، انا مفعلها من دقيقه و59 ثانيه. وبعدين بيقول لي عدد البورتس برضو ادي 2 اهو، وبيقول لي انت مفعل بروتوكول الباك بي، وبيقول لي البورت ستيت عندك اللي هو بورت تشانل، وكمان هنا بيقول لي البورتس اللي انت مفعل عليها اللي هو بورت 23 وبورت 24، وبيقول لي ان الحاله بتاعتهم اون. نشوف الامر اللي بعده شو ايثر تشانل سمري، وهنا بيجيب لي ملخص البورت تشانل اللي انا عامله، البورت تشانل جروب رقمها 1، وبيقول لي انها متفعله على البورتات اللي هي 23 و24. بس كده.